السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناة طبخ وجمال مع وفاء. اليوم جبت لكم واحد الوصفة عشا خفيف وسريع. فيه غنحتاجو بصلة صغيرة مشلضة، فلفلة حمراء، وشوية ديال الفلفلة خضراء، كاشير منزلي، شوية ديال الذرة تقدروا تستغناو عليه، زيتون مقطع، شوية ديال القزبر ومعدنوس، ربعات البيضات، شوية الملح، شوية نخلط جميع المكونات. فهاد الوصفه راه كتجي غزاله، يعني يقدر ياكلوها حتى الدراري الصغار. كديروا لهم الخضره بلا ما كيحسوا، دونك ياكلوها كتجي زوينه. ودغيا كطيب، يعني ساهله، في ساعه كتوجد، 10 دقائق تقدر تقطع الخضره وطيبها. كندير شويه الزيت في المقله، ما كتكونش كتلصق، خليتها تسخن شويه. كندير الاومليت، تكون النار متوسطه، ما نجهدوش عليها باش ما تحرقش، ونغطيه بشي بالغطاء ولا بشي حاجه باش داك الاوميت يتنفخ واحد شويه. بعد ما كيطيب لنا الاوميت ديالنا، فهو راه كيجي بحال على هذا الشكل، كيجي من الفوق. غنقسم لكم باش تشوفوا من الداخل، فهي راه كتجي عشيوه كامله متكامله، يعني فيها الخضار والبروتينات. الشكل ديال كيجي بحال هكا، كيجي بنين. كنتمنى تجربوه، ولا عجبكم الفيديو ديالي دعموني بالاشتراك ديالكم، ديروا لي لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.